من بعد ما كتسالى مزيان على الشركات اللي كاينين في الحي الصناعي المتواجد بمدينتك ودونتي جميع المعلومات عليهم وكل وحده وشنو كدير، كتجي ليطاب الثانيه للاشاره. ضروري تكون شفتي الفيديو اللي قبل حيت هذا الجزء الثاني ديالو. الا كنتي مازال ما شفتيش سير دابا شوفوه هو الاول، ولا كنتي ديما اجور وما كتزهق والو تبارك الله عليك وكمل معنا لا بروسيدور. المرحله الثانيه هي كالتالي، ملي غادي تمشي للدار غادي تحل داك البلوك نوت وغادي تشوف الشركات اللي قريبين للدومين ديالك، الفيليير اللي متبع او اللي معول دير في التخصص ديالك من بعد ان شاء الله. حيت الا كنتي اس ام بي سي في العام الاول راه في العام الثاني غادي تكمل فيزيك ولا شيمي، ولا كنتي اس في تي راك غادي تكمل بيولوجي ولا جيولوجي، والشعب الاخرين راه تقريبا ما تيكونش واحد الفرق بزاف ما بين التخصصات ديالهم. وديك الساعه غادي تبقى توجد دوموند دو ستاج يكون خاص بديك الشركه اللي باغي تدفع ليها، حيت غادي تكتب السميه ديال لا سوسيتي اللي غادي تبوستي ليها زائد الاوراق الاخرين سي في ليتر دو ريكومونداسيون. هاد الاخيره كتطلبها من عند شي استاذ في لافاك، وبالاخص الاستاذ اللي جيب عنده شي نقطه مزيانه في الموديل ديالو، ولا يكون تيعرفك مثلا، ولا ليتر دو ريكومونداسيون كدعم لك الطلب ديالك. هاد ثلاثة قد ما كانوا عندك تيكون عندك افونتاج كبير بيان سيغ، وغادي تاخد واحد النهار وتمشي تحط ليهم الوراق ديالك. وديما ملي تبغي تدفع لشي شركة وتلقى السيكيغيتي اللي تياخد الوراق، ما تحاولش غير تحطهم وتمشي، حاول تجر ليه لسانو، دخل معاه في شي نقاش، إلا قدرتي كاع تعرف عليه علاش لا، وراكم عارفين أهمية العلاقات والمعارف وماشي غير في المغرب، في العالم كامل. وحاول تطلب منه تدخل الإدارة ديال الشركة وتهضر مع الناس اللي خدامين، ولا تحت لك هاد الفرصة كون سيدي مولاي كابابل بين لي مزيان، شخصيتك قويه وعرف تجاوب مع الناس. واش غادي نسولك واش مفاليدي ولا نو؟ الا كنتي مازال كتقرا قول لهم مفاليدي كلشي، حيت هما اصلا تيركزوا عليك انت، واش انتريسي بزاف، واش متحمس، واش باغي تدوز ستاج باش تعرف السوق شنو فيه وتزيد تطور المهارات ديالك، ولا غير باش تسمارك دوزتي ستاج وتزيدو في السي في ديالك من بعد. وغادي نعاود ناكد ملي نمشي ونبغيو نبوستيليو ونسي ستاج، ماشي غير نحط اوراقنا ونمشيو، نو، حاولوا تجروا ليهم لسانهم، هضروا معاهم، كبروا معاهم الموضوع، ما ديرش بحال لي زوطر والاغلبيه اللي تيحطوا اوراقهم وتيمشيو. وفي الاخير تيقول لك ما عطوش ندوز ستاج، حاول تحفر عليهم مزيان باش تعرف شنو في راسهم، وبرزطهم مزيان ما تفكش معاهم، وقول لهم راه ضروري باغي ندوز عندكم ستاج هنا، وغير شوفوا كيفاش ديروا ليا. وداك الشيء غير بالضحك ماشي مبسز عليهم بيان سيغ، حاولوا تخلقوا معاهم واحد الجو زويون باش تدخل الخاطر ديالهم. كونوا مؤثرين، كونوا محتالين، محتال وزيد عليه حتى نصاب الا بغيتي، حيت انت ان برودوي ديال راسك، وخاصك تعجب داك السيد وتقنعو باش تدخل دوز ستاج في الشركه اللي خدام فيها، وان شاء الله ما يكون غير الخير. وحاجه اخرى، الا ما كان في مدينتك والو يعني ما فيها لا حي صناعي لا شي خدمات ديال الدوله اللي كتهم الفيليير اللي متبع انت، فحال مثلا لونسا لونيب ريدال، حاول تمشي عند شي عائلتك في الصيف في شي مدينه اللي فيها الشركات و لي زونتربريز. اي بور ريزومي غادي نقول لكم الفو بوكو دو كوراج، باقيين صغار يلاه بادين، حاولوا تحاربوا قلبوا اي حاجه تكون عندكم لا كيوريوزيتي باش تعرفوها، حيد المرقة وحيد الحشمه، وصغروا راسكم ايضا، وحاولوا تكونوا كتسمعوا اكثر ما كتهضروا، تو سامبلومون حيت الله عطانا جوج ودنين ولكن فم واحد، وملي تسمعوا نوض تطبقوا وجربوا، ديما نتيستيو نجربوا اي حاجه اللي كانت حتى كنلقاو داك الشيء اللي بغينا حنا. دونك توجور الفو بوسي ما توقفوش، يلاه تهلاو في راسكم وبون كوراج لكم ان شاء الله. سي يو نيكست تايم.